خدت كورسات ان انا ازاي اقدر استخرج السم بتاع العقرب، وبيكون سم العقرب ان هو بكواليتي عالي، وبدات اغذيهم وعملت مزرعه عندي في البيت، وبعد كده اتنقلت كبرت شويه وعملت مزرعه اكبر شويه، وفعلا استخرجت السم وقدرت ابيعه، لدرجه ان انا حاليا مش 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 فكره ان انا جايه على اساس ان انا بدور على فلوس بس او على بيزنس بس، يعني انا حاليا جايه محافظه هنا، انا حامل في شهر التاسع، فجايه على الشطاره دي ان انا هكمل وعايزه اثبت ان المشروع ده لا هو مشروع كده انا مبهور بيكي، ربنا يسعدك والله. لا ده مجرد انك مربيه عقارب، انا مبهوره من اول ما دخلت يعني بجد. لا يا مربيه عقارب وهي في الشهر السادس، الشهر التاسع. الشهر التاسع ما شاء الله، خلاص يعني مستني البيبي. تعمليهاش هنا يا شيماء؟ شكلي كده، ربنا يسترها. سعر الجرام بتاع سم العقرب بيوصل ل 4500 دولار بره مصر، في مصر بقى بيوصل ل 12000 و10000 وكده. بس انا اللي سوقت يعني انا سوقت 6 جرام، لان انا كنت بشتغل في وحدات صغيره او في كميات صغيره مش كميات كبيره. انا موجوده هنا ان انا عايزه اكبر المعمل بتاعي، عايزه يبقى معمل متكامل، بحيث ان انا لما اجي اتكلم او اروح لشركات ادويه ما يبقوش مستصغرين ان انا جايه بتكلم في جرام او بتكلم في كم ملي، لا انا عايزه ابقى موجوده معاكم على اساس ان احنا عندنا المزرعه تقدروا تزروها في اي وقت، مش ناقصها حاجه، الادوات بتاعتها موجوده، لو انا عايزه اصدر بره مصر اقدر اصدر لان انا عندي كل الاجراءات بتاعتي كل حاجتي. العقرب كمان قدرت استفيد منها ان انا عملت اكتر من منتج منها، استخرجت منها السم، ولقيت ان هو جسم العقرب الميت بياخدوا منه بودر معين بيستخدموه برده في مستحضرات التجميل والبشره والشعر والحاجات دي، وكان في حاجات تانية ان هو كان كادوهات اللي هو زي اكسسوارز فيها عقرب من جوه. طب انتي طالبه ايه يا شيماء؟ إيه انا طالبه 1,000,000 جنيه مقابل 30%. طب حاليا انت عندك كم عقرب؟ حوالي من 2,000 ل 3,000 عقرب. وبتجيبيهم ازاي بقى؟ بنصطادهم. انت عايزه تعملي مزرعه 60,000 عقرب، متوقع منك مين عميل؟ الشركات الادويه. كلمتي معاهم؟ انا تواصلت مع شركه ادويه كانت خاصه بمستحضرات التجميل، بس انا كانت الطاقه الانتاجيه بتاعتي قليله. طب هما حاليا بيشتروا من فين؟ بيستوردوا من بره مصر، واحنا مع الاسف احنا حاليا بنصدر العقارب وبنجيب الماده الخام بنستوردها من بره مصر. الجرام بتقولي بره ب 4000 دولار. بالظبط. وانت المزرعه اللي فيها 60,000 عقرب دي بتنتج 20 جرام تقريبا، 20 جرام شهريا، ف 20 في 4 بحوالي. انا حسبتها بالمصري، حسبت ان انا لو قدرت اسوق ال 20 جرام، سوقت الجرام بس ب 10,000 جنيه، يعني انا شهريا هعمل 200,000 جنيه. 200,000 جنيه يعني انا سنة كل سنه 2,400,000 جنيه. وهما بيخلفوا عندك ولا المزرعه دي مش معناها ان هو فيها لا بيحصل فيه تكاثر وبيبقى فيه عندي بس كل مره لازم هتزودي من بره، ولا يجي فتره ان انت المزرعه بتاعتك دي هتقعد تنتج زياده لغايه ما يبقى عندك الكميات اللي انت عايزاها من العقرب؟ لا لازم اجيب من بره برضو، لان العقرب عشان توصل للحجم اللي انا بشتغل بيه ده بتاخد وقت كبير جدا، يعني مش لازم تورينا انا هجي لك عشان موضوع انترستنج. طب انت ماسكاهم ازاي ولا دول من غير سم؟ لا بالسم بتاعهم، دول لسه جايين من الصحراء. بص حضرتك. طب انا اعمل ايه؟ شايف حضرتك السم بدا ينزل عشان انا مسكتها، هتلاقيه عامل زي الشفاف والسم ده. طب وانتي بتمسكيهم عادي كده؟ لو حضراتكم حابين تجربوا لا جربوا ايه؟ وريني يا شيماء. امسكها السم من فين؟ بلاش يا حياتك، السم هتلاقيه زي نقطة. طب انتي تمام؟ طب انتي معاكي حاجة عشان لو حابب تمسكها قدامي يا شيماء؟ لا لو احنا اتلدغنا عندك حاجة ولا ما عندكيش حاجة دلوقتي تديها لنا لازم اروح على المستشفى. مش هيكون في لدغ ان شاء الله. طب اعمل ايه طيب عشان امسكه؟ بص حياتك احنا بنمسكها هي العقرب بتخبط قدام ما بتخبطش لورا ما بتخبطش للجنب، فاحنا لما بنيجي بنمسكها من هنا وبنضغط من هنا اوعى بنيجي نمسكها كده، هي كده استخرجت السم بتاعها عشان هي عايزه تاذيني. يا خرجت السم بتاعها لانها هي حابه تاذيني دلوقتي. طيب الشاركس ضد العقرب، مين اللي من الشاركس بقى اللي هيجي يمسك؟ ولا لما يكون حضرتك قلت هتمسك. طب وريني طيب اعمل ايه طيب؟ احنا همسكها لحضرتك وحضرتك هتمسكها بنفس المسكه اللي انا مسكتها. لا ايمن ما هو ممكن افرض واحد شخصيته بيلف على نفسه بقى. هتمسكها حضرتك؟ هسيب ايمن تستفيدي تستفيدي بلاش. هتمسكها سمي ليه؟ ايمن ايمن بتلعب بتلعب مفيش داعي، ممكن امسكها كده خلاص. ايمن مفيش داعي يا ايمن. طب هسيب لحضرتك ده وانت امسكها من هنا. لا لا خلاص ميرسي شكرا. وده اللي هو ممكن امسك اللي هو الناشف ده. وده شكل الاكسسوارز اللي احنا شيماء
عندي سؤال. اتفضل. هل محتاجة ترخيص عشان تبيعي للشركات الأدوية؟ أكيد. طب عندك الترخيص ده؟ أنا أخدت ترخيص مزاولة مهنة، أسست الشركة بشكل قانوني، بقى عندي سجل تجاري وبطاقة ضريبية، لكن الترخيص أنا حالياً لسه سائلة في الحياة البرية على أساس أن أنا أسس المزرعة، فليهم بعض الاشتراطات. الاشتراطات دي لازم أضبط المعمل بتاعي كامل علشان خاطر أن أنا أقدر أخد الترخيص ده. وهل في برضو تصريح أو برضو ترخيص من وزارة الصحة مثلاً؟ الترخيص بيبقى كامل من يشمل موافقتهم كلهم. ده بياخد وقت قد إيه؟ هما قالوا لنا شهر تقريباً، شهر شهر ونص. شمال عقرب الواحد بيطلع كم جرام في المرة؟ لا، هو من 2000 ل 3000 عقرب بيدوني جرام شهرياً. ماشي. العقرب بيدي نقطة زي ما حضرتك شفتها. أيوة. بيديش سم كتير. بس انت بتقولي ممكن تطلعي من العقرب الواحد كذا مرة صح؟ بيقعد معايا 5 شهور تقريباً بستخرج منه سم. يعني من 4 ل 6 شهور. وفي ال4 ل6 شهور دول بتستخرجي منه كم مرة؟ ممكن مرتين في الشهر، ممكن 3 على حسب التغذية اللي أنا بغذيها كمان. بالنسبة لي أنا أكون مهتم لو النهاردة أنت عندك شبه حتى زي وعد بالبيع من أي جهة معينة باتفاق وضع صريح. يعني مش عاوز ان احنا نعمل استثمار ونشتغل ونتوسع من غير ما يكون عندك اتفاق واضح صريح مع شركة أدوية ان انت بعد 6 أشهر ممكن توردي مثلا كمية كذا في الشهر بسعر مبدئي. تمام. انا بالنسبة لي I'm out. بس اقول لك لو في اي وقت كان عندك اتفاق واضح صريح مع جهة معينة ان هي تشتري منك بصفة شهرية أو صفة سنوية أنا مهتم. شكراً حياتي. يعني أولاً أنا مبهورة بيكي، مبهورة بالفكرة. الفكرة يمكن الواحد لازم يتعود عليها شوية، بس هي حاجة قوية جداً. بس أنا برضو عندي مشكلة في منافذ البيع، يعني إن لسه مش واضحة وصريحة، فأنا I'm out. أولا حاجة كويسة جدا ان انت بتفكري ازاي تستخدمي موارد البلد في حاجة مفيدة. طبعا. يعني برافو عليك في الموضوع ده. انا مشكلتي بصراحة قصة التراخيص. ما انا مش هعمل ترخيص غير لما يجي الزيارة اللي هتجيني. ما لازم تيجي تلاقي المعمل متكامل. اكيد. المعمل ده عايز عشان نجيب المعمل زي باشمهندس احمد ما قال، لازم يبقى في عندك وعد بالبيع من جهة ما عشان المستثمر يبقى على الاقل شايف اخر الموضوع فين. فيعني لحد ما تعملي القطوتين دول انا اوت للاسف. هتسمي ايه بقى ولا لسه؟ لا، وجود ان شاء الله. يا الله. ربنا يبارك لك ان شاء الله. ببارك لك باذن الله. خلاص بكره ولا بعد ان شاء الله. يا خالد اطمن عليك ان شاء الله. شيماء ام اوت معلش، بس انا هساعدك في المرحله الجايه لو تسمحي لي. مش عارف ليه عندي انا شويه نتورك في مجال الادويه، مش هسيبك غير ما ان شاء الله نلاقي عقد، وان شاء الله هساعدك. شكرا جدا. عايز اسالك سؤال. اتفضل. هو في حد غيرك في انا بيعمل قصه العقرب دي؟ لا، في انا لا. عامه هو شركه استخلاص سم عقرب كبنت لا، وترخيص مزاوله المهنه كنت انا اول حد جيت هنا في القاهره ورحت نقابه الزراعيين وطلبت ان هم يعملوا لي ترخيص مزاوله مهنه عشان على اساس ان انا اقدر اكمل واشتغل، ابقى ماشيه قانونيا شويه. برافو عليك شيماء. انا عايز اعمل لك اوفر. ده شرف ليا حضرتك. عايز اساهم معاكي بالمليون جنيه اللي انت طالباهم. نص الرقم دوت يبقى على سبيل السلفه او القرض بدون فوائد في مده نحددها تبقى صحيه للبزنس، والنص الثاني مقابل المساهمه اللي هي ال 30%. تمام. ده شكرا خالص حياتي. شرف ليا. ربنا يعزك حياتك. موافقه؟ إيه. طب هو لو ينفع ممكن بس استاذن؟ طبعا طبعا. اطلعي اسالي جوزك صح؟ ما جوزي وشريكي. طيب يلا اتفضلي. اتفضلي في انتظارك. عرض محترم. يد من الراجل اللي عمل معاك العرض ده. راجل مؤمن وراجل محترم جدا جدا. على اي عرض احنا موافقين مش مشكله. ديل خلاص. يلا موفق ان شاء الله. ان شاء الله احنا موفقين. مبروك. التوفيق ان شاء الله. اطمن عليكي الاول باذن الله اول حاجه، و... ان شاء الله. وان شاء الله بقى نطمن عليكي وتقومي بالسلامه، ونقعد بقى نشوف الموضوع دوت ازاي ننجحه باذن الله ونفيد بيه الناس كمان قبل اي حاجه. شكرا جدا لحضراتكم. مبروك يا عبد الله. نورتينا. انا هقوم اسلم عليه الصراحه بعد ده. من اكثر الناس اللي اعجبت بيها. شكرا جدا لحضرتك. الله يبارك فيك. الف مبروك. انا يعني بجد مبسوط جدا. الله يبارك فيك. شكرا. نفسي اجرب بس مش هروح بيتنا النهارده لو جربت البرودكتس بتاعتك دي.
الثلاث سنين جايين انت متوقعه ايه؟ انا متوقعه ان احنا هنعمل جروث زي اللي عملناه، يعني الحمد لله عاملين 80% من السنه اللي فاتت. باي نيكست يير ممكن نعمل مبيعات 8 مليون. ذس از السنه الجايه؟ اه ان شاء الله. عندك مشكله الانجريدينتس اللي انت بتشتغلي بيها ان انت تجيبيها من بره؟ لا الحمد لله سو فار اتس جود. يعني هي بتيجي كلها من بره؟ لا حاجات في حاجات ايه منها بتيجي من مصر؟ لا نقدر نقول 60% مصر محلي. حتى الباكجينج، يعني حتى الباكجينج من مصنع مصري بيصنع هنا في مصر. هو الباكجينج ده لازم يتغير. مش عاجب حضرتك؟ اه لا مش عاجب. هي ده طبعا ده برودكت لو اتعمل صح واتعمل كيميكلي مظبوط بانجريديان مظبوطه، هي دي اللي انا بس عايز اطمن عليها. بتقولي واخده موافقه الصحه؟ واخده. انا سمعت حته في الاول كده ما بيعورش. لكن مش واخده صعب قوي على انه في الماركت. لا هما بيروحوا ياخدوا راندوم سامبلز من المصنع، يعني البروسيس بتاعت التصاريح بيروحوا ياخدوا راندوم من المصنع. انا بتكلم يعني كواليتي. كواليتي يعني مش هحط على وشي ويتحرق مثلا. لا ما تقلقش، ما انا برضك مش ضام يعني. لا هو انت الجزء، مش انت المشكله الوحيده في البروسيس. انا فاهمه المشكله. انت عارفه طبعا. المصانع اللي انت فيها دي ممكن تكون بتجيب انجريدينتس تقول لك هجيب كذا وما تجيبش كذا، فيعني انا مش عارف قد ايه انت ضامنه البروسيس كلها. الاول حاجه الباتش، كل باتش بتطلع من المصنع وزاره الصحه بتاخد منها راندوم سامبل بيحللوها. كل باتش بتطلع راندوملي، يعني بييجوا بياخدوا بوكسز من وات ايفر وهم طبعا بيحللوها. دي حاجه لازم عشان تاخد الموافقه. طب كلميني على المصنع اللي انت بتصنعي عنده. هو انا المصنع مش بيصنع لي انا بس، يعني انا ام ا فيري تايني اكاونت عندهم، يعني هم ذير بيج نيمز بيصنعوا كمان لشركات. انا باذنك انت بتقولي السنه دي هبيع ب 2 مليون تمام، والسنه الجايه اكسبكتد 8 مليون ان شاء الله. هدف جميل جدا. هتعمليهم ازاي 8 مليون؟ احنا لو يعني هي تارجت صعب قوي. احنا البرودكشن يعني السوق في 100 نوع وكل يوم بتطلع شركه جديده كل يوم تمام. فالسوق سبريد صح. لا هو السوق فيه برودكت كتير بس صعب قوي اليومين دول، يعني في الفتره اللي احنا فيها المستورد نسبته تقريبا 60% في السوق المصري في السوق الكوزماتكس. المستورد دلوقتي بقت اسعاره يعني حاجة فوق الخيال، بتزيد شهريا تمام. يعني فالناس بقت بتدور على alternatives local، بس أهم حاجة عندهم الكواليتي. فلو جربوا product يكون local سعره كويس وكواليتي بتاعته فعلا كويسة أكيد هيبقوا. إحنا مثلا البادجت بتاعتنا كانت تايت فمش عاملين ماركتنج. لا أنا سمعتك في الأول بتقولي بروح الصيدلية عند بابايا. أيوة وكده. أيوة. ممكن تحكي لي على background دوت والموضوع الفاميلي بيزنس بتاعكو ده وانتي دارسه ايه؟ انا اصلا دارسه فنون جميله بس اخدت دبلومه في سكين ساينس. اوكي اوكي. وانتوا عندكم فاميلي بيزنس في الصيدليات وتوزيع الادويه والمخازن وانتي معلش عندك الرقم حاضر في ذهنك انتي بتوزعي في كام مكان دلوقتي اللي هم الحاجات الفيزيكال ستورز؟ 12 فرع ولا 12 مكان؟ لا فيزيكال ستورز اكتر بس قصدي كل تشين واحد. لو كل تشين حاجه 12 تشين 12 مكان يعني. فيهم ليزر كلينكس مثلا ابتدينا ننزل فيهم الشيفنج روتين مثلا لليوزرز. طب ومين اكبر باير بالنسبه لك من بال 12 دول؟ الصيدليات طبعا اكتر حاجه. الصيدليات عندهم كذا فرع اكيد صح؟ بيبقوا عندهم طبعا تشينز. في تشين في عندها 200 فرع يعني. مين البنش مارك بتاعك وورلد وايد بقى في اللاين ده؟ براند امريكاني اسمه ترولي بيوتي. عندك حاجه انتي ايجينج؟ عندي مويسترايزر كريم وبيلينج سيرم. لا انا بسال السؤال ده طبعا لان ده وورلد وايد اكيد انت عارفه من اكبر الاسواق في السكين كير عامه. انت عندك اللي هو اللي تحت العين؟ هو موجود هنا في العلبه؟ موجود اللي هو الطويل. هو في ابليكيتر كده. طب يعني هحس بنفس الاحساس ده اللي هو هتحس بتايتنس على طول بس يو بريس كده هيطلع ورولت under your eye. والله توفيق ان شاء الله وما شاء الله حاجه جميله. انا بس بالنسبه لي انا ده اوت بره البيزنس بتاعي فانا ايم اوت. بس ربنا يوفقك وربنا يكرمك ان شاء الله. ميمو انا برضو اوت عشان بره اي حاجه عارفها في حياتي. سلام. بس والله لا انا محتار جدا. انا عندي سبب تاني بريشرنج مخليني
غالبا هبقى اوت ان انا شريك في الشركه اللي انت قلتي عليها بتستحوذ على 90% من ال اوكي من الليديز شيفنج سوليوشنز يعني. فمش عارف برضو هيبقى عندي كونفليكت ولا لا في القصه ديت. اي لاف وات يور دوينج ام فيري انترستد يعني. انا لاني دلوقتي بقولك مش متاكد ان دي حاجه كونفليكتنج ولا لا فايم اوت. بس وي كان توك حتى مع الشركه ديت لو ممكن نتعاون يعني. ثانك يو سو ماتش. ان شاء الله. بصي انا عندي حاجات كتير ذات كان كومبلمنت يعني. ام تشيرمان اوف فارماسيوتيكال كومباني وهي عندها جهاز توزيع كبير جدا وفي نفس الوقت ذير از ا فاكتوري فممكن برضو يتم التصنيع هناك. وانا كمان مساهم في شركه توزيع ادويه على الصيدليات. اوكي. العرض اللي احنا بنقدمه انا وحماده مقابل 2 مليون جنيه 50% زائد الحاجات اللي احنا قلنا عليها ان يبقى نحاول نوصل للارقام اللي انت بتطلبيها دي بسرعه بحيث ان يعني نشغل لو انت فعلا حاجات وزاره الصحه خلصانه وكده انا بكره الصبح ممكن نزود الانتاج عادي خالص وننزل نوزع يعني. اوكي. ده ايمن كمان عنده حاجات بتاعه التصنيع امكانيات التصنيع فده هيطمننا اكتر بكتير لموضوع الكواليتي وهي الشركه محتاجه اكتر من 2 مليون جنيه طبعًا. عشان طبعًا. عشان نكمل. طب انا ممكن اكونسلت مع اخويا طبعا اتفضلي اديكي حاجه عشان وانت اديكي كاونتر اوفر عشان تبقي عندك حاجه تتسلي بيها. انا عايز اديكي برضو نفس ال 2 مليون مقابل 30%. أوكي. بس أنا هديهم لك واحد منهم كاش. أوكي. ونص لون انترست فري. أوكي. ونص هديهم لك برضو كاش بس هاخدهم باك رويالتي. أوكي. طب بقى هي اسمك الموضوع يعني سهله لها يعني هديك مليون ونص. على فكرة أنت هتاخديهم كلهم. هديك 2 مليون جنيه. أوكي. وإما الكاش فلو بتاعك يسمح ان انت ترجعي مليون منهم لا في نص منهم هترجعيه ازالون في نص فروم دي 1 مع كل يونت الرويالتي دي تبقى انت مثلا انت بتقولي انا ببيع في السنه 5000 يونت السنه الجايه 10000 يونت مع كل يونت مثلا زي هنقول مع كل يونت 20 جنيه اوكي فهتلاقي نفسك لو بتبيع 10000 يونت هتلاقي عملتي 200000 جنيه دفعتيهم باك في سنه واحده يخلصوا في سنه ونص سنتين يبقى كده خلصوا والنص مليون جنيه دول لون الموضوع اكتر بدون فايده يقدر يرجع له اللون في وقت اما الكاش فلو بتاعك يسمح انه يرجع له. واضح ولا مبسطه؟ لا 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 فهمت شكلي مش فاهمه. لا 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 بالعكس عشان لا لا فهمت ثانك يو. 30% واحنا العرض بتاعنا انا ومحمد 50% اوكي تمام اتفضل. احنا شربنا من بتاع الاحمر ده عادي؟ لا لا بلاش بلاش. انا اول انا عايزه اشكركم جدا على يعني دعمكم ويور سبورت بجد يعني واصلا فور بينج هير. بس انا هاخد الاوفر بتاع مستر عبد الله عشان مبروك يعني 30% انا عندي بنتين وكده فخليهم شويه اكوتي ما شاء الله. بس ثانك يو سو ماتش بجد يعني you made it a very pleasant experience. ثانك يو. وانا كده كده لو اقدر اساعدكم في والله يعني I need your support وانا اقدر اساعدكم في التوزيع انا اول ما انا مع بعض تلاقيه بكلمهم طبعا. مبروك الف مبروك الله يبارك فيكم الف مبروك مبروك يا الاء. Thank you. I'm very proud of what I saw. Wallahi, thank you. Thank you so much. Thank you. مبروك. الله يبارك فيك. Thank you. بس ما يخليكيش تشتري الشيفنج اغلى من الجواز. ميرسي جدا. Thank you. الف مبروك. الف مبروك. الله يبارك فيك. Thank you. Thank you. انا عايزه اشمها. Yes, of course. في شمع وبودي سبلاش ممكن نور انت قلتي حاجه مهمه قوي بالنسبه لي. قلتي ان هو معمول من حاجات مش صناعيه مش سنتاتيك ومضره بالصحه طبيعيه السمال يس. احنا الواكس معمول من شمع اسمه جوز هند وصويا
فالبديل ليه هو البارافين، ده مستخرج من البتروليوم، وده طبعا ده مضر، مش صحي، ده مش صحي، ده مضر للبيئه ولل لللنجز نفسه. بالظبط. فاحنا عاملين حاجه طبيعيه علشان احنا بنشم الحاجات دي في الاخر. انا شايفه اتس مينلي اكتر مور اوف البودي ميست وكاندلز. yes. في برودكتس ثانيه ولا هم دول بس؟ عندنا حاجه اسمها واكس ملت. اوكي. دي عارفين الفخار صح والفواحات؟ بدل ما بتحطوا الزيوت من فوق دايلوتد بالميه، احنا عاملينها في واكس صغير، فده مفروض تولعوه من جوه الفواحه وبيطلع ريحه في البيت كله. ايه البيست سيلر عندك؟ عندنا شمع بريحه السحلب. سحلب؟ اه. انهي واحده بتاعت السحلب دي؟ هي الكبيره اسمها وان سحلب بليز. وان وان سحلب بليز، هي دي. اه اوكي. اتفضل. سحلب فعلا؟ سحلب، والاسم حلو. كرييتيف. وان سحلب بليز. عندك اي لوكال سنس ثانيه، حاجات اوثنتيكلي يعني لوكال؟ عندنا مستكة. أوكي. وعندنا قمر الدين. الله الله. يعني دول كانوا رمضان كولكشن اكتر. طيب احكي لي كده الاسعار بتاعتك، سعر البيع وسعر التكلفه. الشمع بتاعنا من 200 ل 280 جنيه، ده الاحجام الصغيره، والاحجام الكبيره من 450 ل 500. احنا كوست بير ايتم بيبقى من 80 ل 120 جنيه. يعني لو اللي هي ب 280 دي بتكلف كام؟ دي بتكلف 100 بالظبط، بس اللي هي 280 دي عشان احنا جايبين جلاس هاند بلون، فدي ليميتد اديشن، احنا كل الكوبايات التانيه بنجيبها عاديه هنا في مصر. طب قولي لي السوق عامل ازاي معاكي؟ يعني ما كنتش متخيله ان الشمع يبقى بوبولار قوي كده. فاحنا اول سنه كنا عاملين 400,000 جنيه ان سيلز، تاني سنه ات واز دبلد، بس ان شاء الله يعني لو في انفستمنت هيبقى تريبل. عملت اي ربحيه السنه دي؟ 33% على المبيعات. بالظبط. نت بروفيت؟ اه. غالبا ما عندهاش حد يشتغل مع انت عندك اي حد في الشركه؟ احنا خمسه في الشركه. خمسه شركة ولا خمسه بيشتغلوا مع بعض؟ اتنين شركة واتنين بيشتغلوا معايا. اوكي. لو قلنا عملتي 33% يعني اولموست حوالي 350,000 جنيه. بالظبط. انت وانت طالبه 500,000، طب ما انت مش محتاجه ولا محتاجه؟ لا احنا محتاجين عشان كل البروفيتس مش اناف ان احنا نكبر، احنا عايزين نكبر السبيس بتاعنا ونجيب ليبر تاني، وعايزين نجيب اكويبمنت تانية. احنا الحمد لله بنبيع كويس جدا، بس علشان احنا خمسة بس في التيم مش عارفين نسبريد الاوبريشنز كلها علينا. وبنعمل احنا كل حاجة، يعني احنا اللي بنعمل الماركتينج، الفوتوغرافي، الاوبريشنز كلها، حتى الباكجينج بتاع الاوردر احنا اللي بنعملها. طب نور، بالنسبة للخمسة اللي شغالين حاليا في الشركة معاك، تكلفتهم ايه تقريبا؟ عندي اتنين هما اللي فول تايم كلهم. يعني لو خدت رقم على السنة يبقى كام مثلا؟ يعني 60,000. يعني انت تقريبا الكوست بتاعك في الشهر قد ايه؟ ديبيندز برضو، عشان احنا وير سيزونال اندستري، فساعات بيبقى 10,000 جنيه اللي هو بيبقى ولا حاجة، وساعات بيطلع ل 80,000 جنيه. بس ليه سيزنبل؟ اشمعنى؟ علشان الناس مش بيشموا أو بيولعوا الشمع في الصيف. في الصيف. عشان كده احنا عملنا البودي سبلاش، ده يبقى بديل للشمع وحاجة ناس تاخد الروايح معاهم في كل حتة. وانت خلال سنتين متوقع ايه؟ متوقع ان انا اشتغل مع بي تو بي كاستمرز اكتر، ابتدي اعمل شمع للسباز او الهوتيلات، بس برضو انا عايزانا نبقى الليدنج كاندل كومباني في الميدل ايست. مين تاني هنا في السوق معاكي؟ كم كومبيتيتور يعني؟ بشوف الكومبيتيتورز بتوعنا هما اتنين بس. اكبر ولا اصغر؟ يعني نفس الليفل، بس هما بيعملوا حاجة تانية، يعني هما بيعملوا الشمع بالبارافين، احنا بنعملها بالجوز هند والصويا. اوكي. واحنا بنعمل البراندنج بتاعنا very youthful، واحنا كل شمعة ليها الشخصية بتاعتها. يعني احنا عندنا شمع اسمه وان سحلب بليز، ده شخصيته اللي هو واحد سحلب لو سمحت، لو انا هنا وموجود بس انا مصري. بتعملي ماركتينج ازاي؟ ديجيتال ماركتنج حاليا. وانت اللي بتعمليه بنفسك مش كده؟ بالظبط. عندك داتا الناس بتشتري البرودكت ليها اللي هو لاسباب صحيه ثيرابيوتيك وحاجات كده، ولا
ديكوريتيف مع فان، بالذات انك عامله روايح مميزه. 60% هم اللي بيشتروا الشمع بتاعنا علشان الديكوريتيف اسبيكت، بيبقى 25% بيشتروها عشان الديكوريشن والهيلث ريزنز. ناس كتير مش بتفكر في الهيلث ريزنز اكتر ما هي بتفكر في الريحه عامله ازاي. هم بيلاقوا حاجه مميزه، حاجه مختلفه مش موجوده في السوق، فهم على طول متجهين في الحاجات المختلفه. وباقي الناس هم بيعرفونا من الريبيوتيشن بتاعتنا، فهم بيبقوا عايزين يجربوا يشوفوا ليه الناس كلها بيشتروا شمعة ريلاكسنت، فهم عايزين يجربوا هم نفسهم. واللي بيجرب يرجع تاني؟ عندك الديستريبيوشن شانلز بتاعتك كلها بيعملوا اوردر ديجيتال وبتبعتي الحاجه، ولا في عندك بتودي حتت معينه، محلات او ريتيل او سوبر ماركتس او هايبر ماركتس؟ احنا حاليا موجودين في 2 محلين concept stores، 3 e-commerce platforms، والبلاتفورم بتاعنا احنا. وكنا بنبيع برضو في يوجا ستوديوز، بس ده برضو بيبقى seasonal، مثلا في يوجا ريتريت، في event، فده بيبقى rotational. بالنسبة للمنتجات التانية اللي في السوق، لما تيجي تقارني أسعارك بأسعارهم، أسعارك عاملة إزاي؟ الشركات اللوكل هما بيبقوا نفس الأسعار أو أقل، علشان هما بيستخدموا بارافين. الماركتس الكبيرة بيبقى إحنا أسعارنا أقل بكتير. يعني الشمعة الكبيرة دي إحنا بنبيعها ب 450 أو 500، في شركة كبيرة بتبيعها ب 975 اللي هي المستورد يعني. بالظبط. نور، تقصدي إيه بذا كاندل وذا سمارت ماوث؟ احنا كل الاسم اسم فاني. الاسم حلو قوي. ميرسي يعني جدا. الاسم حلو قوي، عايز شويه تويكينج عشان يبقى ايزير تو ريد. بالظبط. انا اول مره قريته ار اي اكس، ما ديدنت سي ذا اي والاي، عايزين شويه كده. بالظبط. هي الاي والال والاي مفروض عينين مغمضه. ايوه انا خدت بالي، انت عايزه الوش بتاع ريلاكسنج. بالظبط. اي لاف ات. اي ديزاين لوجوز فور هابي، فيعني ممكن العب معاكي في اللوجو ده لغايه ما نظبطه. اي وود لاف ذات. انا جاهز اعمل لك اوفر على فكره. انا عجبني قوي اللي انت عاملاه دوت. انا عندي شركه بتعمل متخصصه في دي اي واي كيتس عامه، سلايم كيت ومش عارف دو ات يور سيلف تي شيرتس وحاجات كده، واي ثينك ان الاوبريشن بتاعتها ممكن تساعد كتير في حاجه زي دي، لان في بوتنشال في الدي اي واي برضو في الحاجات اللي زي ديت، والديستريبيوشن بتاعهم كومن، والبراندنج والماركتنج في شغل كتير ذات ام فيري اكسايتد تو هيلب وذ يعني. وعجبني جدا هاو يو ستارتد ووصلتي لايه في فتره قصيره جدا. الروائح اوثنتك وحلوه وقويه. هتغلي عليك الديل كده صح؟ المفروض ما اقولش الكلام ده دلوقتي صح؟ ما تقولش الكوكتيل الاول، ما الشاركس الثانيه هتقعد معاك. طيب انا الاوفر بتاعي هديك ال 500,000 اللي انت طالباهم فور 30% اوف ذا كومباني. اوكي. وعايز 10 جنيه رويالتي على كل يونت بتتباع. اوكي. لحد ما اجت باك ماي ماني، وبعد كده وي تيك اوت ذا رويالتي وافضل معاكي بالاكويتي. ممكن 600,000 فور 25% بنفس الرويالتيز. موافق. موافق. ما في ايه، والشاركس التانيين قاعدين كده يعني ايه بقى. لا عايز اسمع برضه. خلاص. طيب خلينا نسمع بقيه الشاركس. ما شاء الله حاجه كويسه، وسنتين توصلي لمستوى ده حاجه جميله جدا، بس انا مش عايز المجال، ف I'm out of it. لا انا out. اوكي. انا out خلاص عبد الله. اوكي. I love the business. المشكله ان انا ما عنديش بلاتفورم الحتة دي قوي يعني. I believe you're better off مع عبد الله، بحيث ان هو عنده البلاتفورم وشايف الحتة البرودكتس بتاعتك راحة فين. Okay. و I think ان هو كده it's the right choice for you، هتمشي اسرع، فمش هرخم عليه يعني. انا عايز اغلس عليه بس عجبني البرودكت. هو ده اللي خلاني اجري في بسرعه. انا خايف من ايمن بس هسيبه المره دي. فمبروك عليكي، ام اوت، بس مبروك عليكي. مبروك عليكم ان شاء الله. زين ميرسي جدا. لوكينج فورورد. ثانك يو سو ماتش. وهسي اجرب السحلب دلوقتي بقى بما اني عايز الكهرباء دلوقتي. على فكره ده ما بيتاكلش. عارفني انت. عبد الله هي افريكات اكتر. كويس انك فكرتني، ما بيتاكلش ان في قمر الدين وحاجات. لا والله في قمر الدين. خلاص. ثانك يو سو ماتش. بيست اوف لك.